واحد بيقول في كورنثوس الاولى 7 بيقول القديس بولس الرسول عن الزوجة البتولية: لكن كل واحد له موهبة خاصة من الله، الواحد هكذا والاخر هكذا. افهم من هذه الاية ان الله هو الذي يحدد مسير الانسان اذا كان بتول ام متزوج. فلماذا يقال ان الانسان هو الذي يحدد طريقه وان الله اعطانا حرية الارادة؟ فكيف ربنا هو الذي يحدد وكيف اعطانا حرية الارادة؟ ربنا ما بيحددش، لكن ربنا مستعد يوافق على الزواج ومستعد يوافق على البتولية. المهم في نقاوة الحياة وان الانسان يسلك مع ربنا. اللي يقدر على دي يقدر، واللي يقدر على دي يقدر. ربنا تارك الحرية للناس، لكن لا يرغم انسان ان يبقى بتول ولا يرغم انسان ان يبقى متزوج. والمسألة دي لا تتعارض مع حرية الارادة، لان افرض هو تزوج، ليه حرية ارادة يسلك في الزواج حسنا او يفشل في الزواج؟ او كان بتول له الحرية ان يسلك في البتولية حسنا او يفشل في البتولية. مش المهم الطريق بتولية ولا زواج، المهم كيف يمكن الانسان ان يسلك في البتولية او الزواج وله حرية الارادة.